في درس اليوم بشرح كيف تحط جملة أو نص على كائن مركب مثل شكل القلب اللي عندنا هنا. عندي هنا مثال جاهز، القلب ويا النص. نختار القلب ويا النص سوا، نروح إلى تكست ونحط put on birth. إذا صار النص داخل الكائن لا ترتبك، بكل بساطة روح إلى birth وسوي له reverse. مثل ما تشوف هنا النص وضع على الكائن بشكل عشوائي، ما عندنا تحكم كامل في وين نبغى نحط مكان بداية النص. لذا عشان نحصل على هذه النتيجة راح ننشئ مسارات منفصلة ونحط كل قسم من الجملة على كل من المسارين. لذا بدل ما نحط الجملة على الباث مباشرة راح نحطه على نسخة منه. لذا راح ننشئ linked offset على الباث هذا. خلنا الحين نختار شكلنا ثم نروح إلى باث ونروح تحت إلى linked offset، وبعدها نروح إلى العقد، أداة العقد. شوفوا هذه النقطة أو الدايموند، ترفعوها شوية وراح نخليها بلون مختلف عشان يمدينا نميزه عن الشكل الأساسي. والحين راح أحول هذا linked offset إلى باث، راح أحوله إلى مسار. أروح إلى باث object to path. خليني أحط stroke حدود إلى linked offset. خليني أختار تقريبا نفس الشيء، هذا اللون الرمادي. راح أحط stroke على offset عشان يمديني أخفي لون التعبئة عشان يكون في تمييز أكثر. والحين نشيل الكلر. اوكي، خطوتنا التالية ان هذا المسار linked offset الستروك راح نقسمه الى قسمين منفصلين عن بعض ونحط نصف على كل مسار مختلف على كل قسم. انا هنا بكرر هذه الجملة وباحطها على كلا القسمين. الحين نختار هذا الشكل عشان يطلع لنا العقد ونضغط على هذه، نحددها هذه العقدة ونروح إلى هنا، هذا الشيء break path at selected node. وهنا بعد تحت ونسوي ليهم break. أوكي، لا تستعجل هنا. حين تختار هذا الباث، تختار هذا الشيء وتروح إلى path، تنزل إلى break apart. الحين نقدر نشيل هذه، وكذا انقسم عندنا إلى نصين مختلفين. ومثل ما قلت بكرر النص على كل مسار منهم. ناخذ جملتنا والمسار سواء، نسوي لهم تحديد وتروح إلى باث، عفوا تروح إلى تكست وتنزل إلى put and path. مثل ما تشوف جملتنا صارت من داخل، إحنا نبغاها من برا، فتروح إلى باث تسوي ريفيرس ونص. نفس الشيء هنا، الجملة هذه مع المسار الآخر تضغط put and path وتسوي ريفيرس من باث. طبعا صار شوية ستيل، صار في فوضى، فتضغط هنا على هذا تسوي دبل كليك نهاية الجملة، تسوي backspace عشان يصير في شوية مسافة من هنا. تقدر بعد تسوي backspace في هنا أو في آخر الجملة. قد تكون اخترت حجم نص مختلف عن حجم النص اللي اخترته، فتسوي double click وتقدر تغير الحجم من هنا. مثلا إذا كان صغير على المسار حقك تقدر تكبره بالشكل المناسب لك، 36 أو على حجمنا السابق اللي هو 36. والحين بعد ما عدلت النص بالشكل اللي يناسبك، مسافة متباعدة بشكل مناسب بينهم، ما هم متراكبين على بعض، تضغط الحين على النص، تضغط على هنا عشان تقدر تختار النص. وشوف ضغط النص، بس احنا نبه هذا الشيء، تسوي Alt وتضغط مرة ثانية وهنا صار بث مثل ما تشوف. الحين نبغى نخفي هذا الخط،
تروحينه وبالشفت ضل ضاغط ألت وتنقر مرة ثانية. حولنا على الخط الباث ونروح مرة ثانية ونضغط هذه عشان نخفي. لا تخافوا تراه موجود، بس أخفينا الخط وأخفينا لون التعبئة إلى linked offset. وإذا حاب في أي وقت معين تتأكد من وجوده، تروح إلى view display mode outline overlay، وهذا وهذا الخط وهذا التعبئة، هذا الخط اللي حطينا عليه جملتنا. نرجع مرة ثانية view display mode ونرجع إلى normal أو طبيعي. آمل أنك تعلمت شيء أو شيئين من درس اليوم. إذا ضغط لايك وكتبت برنامجك المفضل للرسم، هذا يعني أنك طالب جيد. وأشوفكم على خير في المرات الجاية.